الكشف عن تجاوزات في أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة. مجموعة الميثاق تدفع بمقترحات لتوسيع المشاركة السياسية. تجمع مزارع الشمالية يقرر إنهاء إغلاق شريان الشمال وتنسيقية قرى مروي ترفض. الشيوعي ينتقد موازنة 2022 ويدعو إلى مناهضة سياساتها. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جولتنا أحداث السودان من سودان 24. قالت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة إنها وضعت يدها على 11 حسابا باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون أو الصلاحيات المخولة للجنة. وأوضح رئيس اللجنة المراجعة ووكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، أوضح في مؤتمر صحفي أن اللجنة المجمدة كانت تصادر الأراضي بموجب قرارات، وأشار إلى تحويل ملكية الأراضي أنه لا يتم إلا عبر التقاضي أو التراضي. وأشار إلى أن اللجنة المجمدة لم تراعي قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا يتم نزع ملكية المشاريع إلا بموجب مخالفة القانون وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود وإلغائها. وقالت اللجنة إنها عثرت على 121 ألف دولار وسبائك ذهب في منزل أحد أعضاء لجنة التمكين والأموال المستردة، وأعلن فقدان 39 سيارة من جملة 1639 مسجلة وتم استردادها عبر اللجنة المجمدة. وأوضح أن بعض السيارات تم العثور عليها لدى أشخاص غير مخول لهم استخدامها وظيفيا. وفي الأثناء قالت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة إن عددا من أعضاء اللجنة المجمدة هربوا خارج البلاد أو أخفوا أنفسهم وتوعدت بملاحقتهم قانونيا. جملة العربات التي تمت مراجعتها عدد 1639 عربة، وما زال العمل جاري بشأن 69 شركة للكشف عن المتبقي المفقود من العربات. وعطفا على ما تقدم، قامت اللجنة الفرعية للعربات طبعا بمراجعة العربات التي تم تخصيصها من اللجنة المجمدة لأفراد لا يتبعون للهيكل الوظيفي للدولة، والبعض الأخرى من العربات تم تخصيصها لجهات حكومية بالمخالفة لقانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 لسنة 2019 تعديل 2020. وبعد البحث عثرت اللجنة على عدد من العربات في مؤسسات ومنازل مواطنين. وفي الأثناء نفت لجنة إزالة التمكين المجمدة الأنباء المتداولة بشأن هروب بعض أعضائها للخارج، واعتبرت أن هذه المعلومات محض إشاعة من سلسلة شائعات تطلقها جهات معينة. وقال المكتب الإعلامي للجنة المجمدة إن جميع أعضاء اللجنة موجودون بالسودان ولم يغادروه، بدءا من رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان ومقرريها وسكرتاريتها ووكلاء نياباتها، عدا عضو اللجنة صلاح مناع الذي غادر البلاد منذ فترة لأغراض معلومة لدى الجميع، وكذلك وكيل النيابة بشر دلدوم الذي غادر البلاد منذ فترة ما قبل الانقلاب العسكري ولم يعد حتى الآن. دافعت قوى الحرية والتغيير عن أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة، وأكد التحالف أن لجنة إزالة التمكين سددت ضربات موجعة للنظام البائد بتجريد أعداد كبيرة من قياداته ومن الأفراد النافذين وأصحاب المصالح المرتبطين به من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق. وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة جعلت منها هدفا لما قالت إنها حملات مغرضة شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد ومجموعات المصالح التي تضررت من قرارات اللجنة بقصد النيل منها وتشويه سمعتها. وأوضح البيان أن اللجنة الحالية المكلفة بمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال واصلت في ذات الحرب الدعائية عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة إزالة التمكين. وقالت الحرية والتغيير في بيان صادر اليوم
نشهد عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل لجنة إزالة التمكين للسيطرة مجددا على مفاصل مؤسسات الدولة وإعادة سيطرتهم على الأموال المستردة بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات، والتي ظل عملها معطلا لعامين بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين ورد الأموال. قالت مجموعة الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير إنها دفعت بعدد من المقترحات لرئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيريتيس بشأن تجاوز الأزمة السياسية الراهنة. وأوضحت مجموعة الميثاق في بيان لها أن اجتماعا التأم اليوم مع البعثة الأممية اقترحت فيه جلوس الأطراف على طاولة مستديرة دون إقصاء. وقال البيان إن المجموعة اقترحت على رئيس البعثة الأممية مراجعة القوائم لتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل كل المجتمعات السودانية بمن فيهم سكان الأطراف والنازحون واللاجئون والمسيحيون والإدارة الأهلية والطرق الصوفية، كما اقترحت مناقشة القضايا مثل شكل الحكم، الانتقال ومؤسساته، وتوسيع قاعدة المشاركة وتقسيم الموارد، إصلاح المؤسسات، قضية الهوية، إكمال وتوقيع اتفاقية السلام، الانتخابات والتمويل، السياسة الخارجية، التنمية المتوازنة، حقوق الإنسان والنازحون واللاجئون، وبناء الدستور، العدالة الانتقالية، ومهام الحكومة الانتقالية. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عجار إير أن المكتسبات التي تحققت لأهل شرق السودان عبر اتفاق جوبا لسلام السودان يمكن مضاعفتها من خلال المؤتمر التشاوري لأهل شرق السودان. وأوضح خلال لقائه بوفد نظارة البني عامر المتحدة على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لمعالجة الصراع في شرق السودان، ورد الاعتبار لذوي الضحايا يعقبها جبر الضرر والتعويضات. وقال ممثل المكتب التنفيذي لنظارة البني عامر المتحدة حامد محمد محمود إن الصراع في شرق السودان هو صراع سياسي تم إلباسه أقنعة قبلية، وشدد على ضرورة ألا تتدخل الإدارة الأهلية في الشأن السياسي وأن يقتصر دوره على الجوانب الاجتماعية فيما يلي رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي، كما أشار إلى أن اللقاء تناول استحقاق الشرق في السلام باعتباره جزءا من اتفاقية جوبا لسلام السودان. أعربت السلطات السودانية عن تطلعها إلى دور فاعل ودعم منظمة إيجاد بشأن تسريع العملية السياسية بالبلاد. وأطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عجار إير سفراء دول الإيجاد على تطورات العملية السلمية والجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد. وأكد أن السودان يتطلع إلى دعم ودور فاعل من منظمة إيجاد لتسريع العملية السلمية. وأوضح السفير الكيني بالخرطوم نيغولا ماكولا إن اللقاء جاء بدعوة من عضو مجلس السيادة مالك عجار لإطلاع سفراء إيجاد على سير عملية السلام في السودان. وأوضح السفراء أنهم سينقلون ما تم إطلاعهم عليه إلى عواصمهم لإعداد خريطة طريق تدفع السلام بالسودان إلى الأمام. تمسك المكتب الموحد للأطباء بموقفه الرافض للإجراء الذي تم اتخاذه من قبل قادة الجيش في السودان في 25 من أكتوبر الماضي. وسلم وفد من المكتب الموحد للأطباء رئيس البعثة الأممية بالسودان فولكر بيريتيس ورقة حوت أبرز الانتهاكات التي وقعت عقب 25 من أكتوبر. وبحسب بيان أكد المكتب الموحد للبعثة على موقفه بأن لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، وشدد على ضرورة تأسيس وضع دستوري جديد متمثل في سلطة مدنية كاملة وخروج العسكريين عن العملية من العملية السياسية وأيلولة المؤسسات التابعة للجيش والقوات النظامية الأخرى لوزارة المالية. أصدر المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم قريب الله محمد أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع دراسة علمية لامتحانات الصف السادس وامتحان الملاحق للراسبين في امتحان شهادة الأساس 2022. وتختص اللجنة بإعداد دراسة عن امتحانات الصف السادس الابتدائي وإعداد دراسة عن امتحانات الملاحق للراسبين في شهادة الأساس. علق الاتحاد الإفريقي قرار منح صفة مراقب لإسرائيل، وشكل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر.
وأوضحت تقارير إعلامية أن القرار الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم من قبل قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي يشمل تعليق قرار موسى فكي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي. وأقرت القمة تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية لقمة الاتحاد الأفريقي التي تظل القضية فيها قيد النظر. وفي الأثناء أعلنت جامعة الدول العربية أعلنت ترحيبها بقرار القمة الأفريقية والقاضي بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي. ونقل صفحة الجامعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة قوله إن القرار يعد بمثابة خطوة تصحيحية وأنه يأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري.